الخبر ده من الأخبار اللي أنا بحبها بالمناسبة، يعني حقيقي بتكلم بجد، من الأخبار اللي بشوفها إنها تغيير حقيقي بيحصل في نسق ونمط التغيير بتاع أو تفكير الدولة بمعنى أدق. الخبر اللي هو إيه؟ يعني عشان تبقى فاهم فعلا بجد مسألة يعني إيه جمهورية جديدة، إنه وزير التعليم العالي بيلتقي بأول معيدتين من أصحاب الهمم أو ذوي الهمم في جامعة بني سويف. والله هم في قسم الإعاقة البصرية في كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة بني سويف، تفوقوا ما شاء الله وحصلوا على أعلى التقديرات خلال فترة دراستهم في الكلية، تصدروا أوائل الدفعة وتعينوا معيدات، حاجة فعلا تفرح. دكتور شيماء محمد فوزي، يا السلام، فخر لينا كلنا، فخر لمصر. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. مبروك. الله يبارك في حضرتك. تسلم. ربنا يخليك يا رب. تسلمي. احكي لنا الحدوتة من اولها خالص. في الحقيقة هي يعني حدوتة فعلا. احكي. القصة كانت مليئة بالنسبة لي بصعوبات كثيرة جدا، ولكن أنا كنت حاطة لنفسي حل إن أنا لازم أوصل. كنت قايلة إن أنا لازم أثبت نفسي في مجتمعي، لأني طبعا عشان فكرة الإعاقة كده حبيت إن أنا أحولها لطاقة. حاولت إن أنا ما استسلمتش من بداية صغري، من بداية طفولتي لحد دلوقتي. كمية الصعوبات اللي مريت بها كانت كثيرة قوي، بداية من المرافق اللي كان بيكون معايا، سواء كان مرافق طريق بقى او لان مصيري طبعا كان بيبقى مرتبط بالشخص نفسه هو اللي بيوصلني كده. فالموضوع كان صعب ان انا ابقى حد يروح معايا ويجي ياخدني ويديني محاضرات تضيع عليا، حاجات كتير جدا كنت بمر بيها. فكره تاخير الورد عندنا طبعا كنا بنأخر جامد عقبال ما بيتوفر لنا الكتب بطريقه برايل. ايوه. فده كان بياخد مني مجهود قوي ان انا كنت بضطر احولها او اكتبها على ايدي او استبدل الطريقه ثانيه بوسائل مثلا ريكوردات صوتيه وحاجه بشكل مؤقت. لحد طبعا كنت الاولى على مدرسه النور وانا في الثانويه العامه، كنت جايبه 94%. الله اكبر. وكنت الرابعه جمهوري على مستوى مدارس النور في الجمهوريه كلها. ما شاء الله. لما اتكرمت طبعا وانا في ثالثه ابتدائي وثالثه اعدادي من المحافظ وثالثه ثانوي برضه. طبعا دخلت الكليه ما كانتش اختياري في الاول، ولكن حسيت ان اسمها كان هو اللي شجعني ان انا ادخلها. حسيت ان هي في مكاني، ان انا لازم اثبت نفسي فيها. يعني كنت على مدار الاربع سنين اللي في الكليه جبت، كنت طالعه الاولى برضو على القسم. ده كان بالنسبه لي دكاتره الكليه كانوا بيدعمونا بشكل كبير جدا، دعم مادي ودعم معنوي، سواء كان على المستوى الاكاديمي او المستوى النفسي برضو. حلو. والحمد لله كنت الاولى على القسم واتعينت معيده بقى. يا سلام، سلم. مبروك مبروك مبروك. ربنا يبارك في حضرتك. وهنكمل الماجستير والدكتوراه فيبقى الدكتوره رسمي. ان شاء الله باذن الله. باذن الله باذن الله باذن الله. واحكي لي على اللقاء بتاعكم النهارده مع وزير التعليم العالي. اللقاء بتاعنا كان امبارح. طبعا ده كان يعني كان احساسي نقطه النجاح بقى، اللي هو حسسني ان انا عملت حاجه فعلا استحق عليها ان انا اوصل للمكانه دي. حابه ان انا اشكره بجد من كل قلبي ان هو حطينا في اول اولوياته، اهتم بينا على يعني رحبنا بيه طبعا في جامعه بني سويف. كان اول ما شفنا حقيقي الكلمه اللي حسيتها ان هي رفعت راسي قوي لما قال لي انا جاي عشانكم، انا جاي مخصوص النهارده عشانكم انتوا. يا سيدي يا سيدي. قال لنا انتوا مصدر فخر ليا انا شخصيا. صح. وحاول بقى يتكلم عن يعني قال لنا انتوا حقيقي انجاز. فده كله كلامه اداني دفع للامام ان انا لازم اكمل. أيوة. لازم يعني ازود حتى في اللي انا فيه، لاني في قدامي حد مقدر ده وخصوصا الدوله. طبعا طبعا.
بصي بقى، احنا كده منتظرين تفوق في رسالة الماجستير، تفوق في أكيد إن رسالة شاء الله. الدكتوراه، ما يقلش ابدا عن التفوق بتاع اعدادي وثانوي والتخرج من الكلية. رحلة تفوق مستمرة، الف الف مليون مبروك. الله فخر مش يبارك بس فيك، لا الجامعة ولا للتعليم العالي، فخر لكل مصر والله يا دكتور شيماء. ربنا يبارك في حضرتك والله، كل الفخر دكتورة لينا إن أنا المستقبل متوصلة بإذن حضرتك الله. دلوقتي بجد. بإذن الله، ألف شكر ليك يا دكتور، باعتبار يعني ما سوف يكون مستقبلا وقريبا بإذن الله، ألف شكر. نروح لأيضا دكتور ميار سامي أحمد معانا على التليفون. أهلا 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 أهلا. مساء الخير على حضرتك أستاذ يوسف. مساء النور عليكي. أنا كنت لسه بكلم دكتور شيماء، فحتى زمايلي بيقولوا لي لسه رسالة الدكتوراه ما اتعملت، قلت لهم هتتعمل وبتفوق بإذن الله. أنا يهمني أسمع الحدوتة زي ما سمعتها من الدكتورة شيماء كده. تمام. أنا منذ الولادة اتولدت عادي، ما كويس. كانش عندي إعاقة ولا حاجة، النظر بدأ يضعف بالتدريج. دخلت مدرسة عادية المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، وانتقلت للمرحلة الثانوية. من هنا بقى بدأت أرسم حلمي، وصممت إن أنا أوصل لهدفي، وحطيت قرار مفيش خيار تالت، فإما أن أنجح وإما أن أنجح، يعني أنا ما عنديش اختيار تالت، هو النجاح أو النجاح. ما انكرش إن أنا واجهت صعوبات كتير قوي في حياتي، الصعوبات في المذاكرة لأن أنا غيرت طريقة مذاكرتي من المبصر، انتقلت للسماع، ودي كانت مرحلة انتقالية في حياتي وما كانتش سهلة خالص، بس الحمد لله طالما في إصرار وعزيمة ومصابرة كان عندي أمل قوي كبير في ربنا إن أنا أبقى حاجة، وكنت حابة أثبت نفسي وأسيب بصمة في مجتمعي، وقررت إن أنا أحجز لنفسي مكان في بكرة، فما لقيتش طريق غير العلم. وزي ما هيلان كيلر قالت إن الحياة عبارة عن مغامرة جريئة أو لشيء، فحبيت أكون المغامرة الجريئة دي أنا أخوضها بنفسي، وأخوض كل الديفيكالتيز دي بنفسي وأواجهها، لأن أنا رافضة فكرة تماما إن أنا أجي الحياة وأمشي منها من غير ما أسيب أي بصمة في مجتمعي، من غير ما أكون قدوة لغيري، من غير ما أكون ملهمة لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام والمكفوفين بشكل خاص. جبت مجموع كويس في الثانوية العامة، ومن هنا بقى بدأت رحلة حياتي، ده عطاني بوش إن أنا أكمل. دخلت كلية علوم ذوي احتياجات خاصة، هي ما كانتش اختياري، كانت اختيار دكتورة سامية أختي، وإحنا لازم طبعا نستشير الأكبر مننا خبرة، فهي رجحتها ليا. دخلت الكلية هي دبل ميجور أكاديمي وتخصصي، في سنة أولى اخترت الأكاديمي، ومن هنا بدأت الرحلة الحقيقية، بدأت أواجه كل الصعوبات وكل التحديات، وكل ما كنت أستسلم لا أحط هدف قدامي وأقول لا أنا لازم أكمله، لأن النجاح هو إيه؟ النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن نفقد الأمل، يعني النجاح مش بيطلعوه مرة واحدة، لازم نواجه الصعوبات، لازم نتغلب عليها. وكنت دايما بؤمن بالحكمة اللي بتقول لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، يعني أنا لو ما دقتش مرارة التعب مش هحس بحلاوة النجاح، والنجاح لازم أن يكون ستيب باي ستيب، مش هطلع السلم مرة واحدة، لا خطوة بخطوة. بدأت في المرحلة الأولى، في سنة أولى جبت امتياز، ومن هنا بقى توالت النجاحات، سنة تانية جبت امتياز، وثالثة جبت امتياز، وسنة رابعة جبت امتياز، كان التوتالي النهائي امتياز مع مرتبة الشرف. حسيت بجد ان انا انجزت، انجزت كتير جدا، كانت اكتر حاجة مفرحاني فرحة بابا وماما واخواتي بيا، ده يعني حفزني اكتر واعطاني دافع لقدام. ومن هنا جاء قرار التعيين، اتعينت معيدة في الجامعة، طلعت التانية على القسم، على الرغم ان القسم كان فيه يعني ناس تانية مبصرة غيرنا، بس احنا حاطين هدف قدامنا وعقدنا على تعزيمه، والحمد لله يعني الحمد لله ربنا كلل تعبي ونجاحي باللي انا وصلت له ده، وانا فعلا استحق اللي انا وصلت له ده. انا دايما كنت بقول يس اي كان، انا هقدر، وانا مصممة ان انا احول الاعاقة لطاقة، ان الاعاقة عمرها ما كانت اعاقة سمعية، اعاقة بصرية، واتيفر هو نوع الاعاقة،
الإعاقة بتبقى إعاقة عزيمة، إعاقة فكر، إعاقة إرادة، وده الحمد لله متوفر عندي. ودايما كنت حاطة قدامي مقولة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: سنكون يوما ما نريد، يعني اللي احنا عايزينه ايه هو اللي احنا نوصل ليه. يعني انا هعمل وهقدر وهوصل، وطالما باخد بالاسباب الحمد لله وصلت للي انا كنت عايزة اوصل له، ولسه في احلام تانية كتير ناوي احققها. دي ما كانتش نهاية الطريق ابدا، بالعكس دي كانت بدايته، ولسه قدامي اهداف تانية ناوي احققها، وباذن الله هوصل لحاجة اكبر من اللي انا وصلت لها دي. احجز لنفسي مكان في بكرة، ولازم ابقى ملهمة. وبتحبي محمود درويش؟ لا ده احنا خلاص كده بقينا اصحاب جدا، مش متخيله احنا كده بقينا اصحاب خلاص ولا ما ينفعش؟ لا ينفع طبعا، ينفع. ده انا اتشرف. ايه حلمك الكبير؟ حلمي الكبير ان انا اكون مسؤوله عن حاجه كبيره قوي تبع ذوي الاحتياجات الخاصه بشكل عام، وعن الاعاقه البصريه بشكل خاص. ناويه تعملي يعني ماجستير ودكتوراه في ايه يا ميار؟ انا نفسي ناويه موضوع الماجستير، يعني يا رب ما يكون فيه اي حاجه وحشه تحصل. لا ان شاء الله. ان هو يكون علاقه التكنولوجيا المسانده بذوي الاعاقه البصريه، لان احنا بنواكب العصر في تقنيات وتطورات، والتكنولوجيا دلوقتي اصبحت كل حاجه في حياتنا. فانا ناوي اعمل العلاقه بين التكنولوجيا المسانده وذوي الاعاقه البصريه، ازاي بتقدر تساعدهم، وازاي بتقدر تخليهم يتغلبوا وتخليهم مستقلين بذاتهم اكتر، ما يكونوش اعتماديين، بالعكس لا يعتمدوا على نفسهم بشكل كبير. فانا نفسي اتفوق في المجال ده قوي، ونفسي اقدر اخدمهم بشكل كبير. وعايزه الدكتوراه بتاعتك في ايه؟ عايزه الدكتوراه بتاعتي تبقى برضو في مجال ذوي الاعاقه البصريه، عن مثلا التوجهات الحركيه، يعني التوجهات الحركيه لذوي الاحتياجات الخاصه بشكل عام، وهستفيد بقى في الاعاقه البصريه مهارات التوجه والحركه، لان احنا عندنا القلق بيسيطر علينا بشكل كبير، فعايزين نتغلب على حاجه زي كده. مهارات التوجه والحركه انا لو قدرت اوظفها في الشخص بالصوره والشكل الصحيح، لا بالعكس انا هخليه يعني يخفف من القلق بشكل كبير بشكل كبير. كلنا عندنا قلق، بس عند ذوي الاعاقه البصريه القلق بيتعدى نسبه كبيره عن النسبه الطبيعيه. بص يا ميار، انت تقريبا اكبر من بنتي بحبه صغيره، فخدي نصيحه بقى من اب او اخ كبير. نصيحه: اعملي دراسات في الفلسفه يا ميار. نصيحه: جربي، يعني ما تجربيش بانك تبداي على طول في الفلسفه، جربي الاول اقري كتير في الفلسفه، واقري، انا قاصد اقول لك اقري، لان انت بتقري بقى ببرايل، بتقري سماعي، لكن انت بتقري. لانه انت بتقري بمخك بعقلك، مش حفيظه يعني. خشي في الفلسفه وادعي لي. انا اصلا من مواهب القراءه، لان القراءه بتنقل خبرات وتجارب ناس تانية كتير عاشوها، بتوفر علينا احنا الوقت والمجهود. يعني التجربه اللي عاشوها في 20 سنه ممكن تتنقل لنا في كتاب ما يعديش 200 صفحه. يعني القراءة دي بجد غذاء مفيد جدا للعقل، فأنا بحبها جدا. أنا مستني منك تبقي بعث جديد لأفكار الدكتور طه حسين. شدي حيلك، والله أنا ما بهزر ولا ببالغ. شدي حيلك وأنت قدها وقدود قوي يعني. بإذن الله. طول ما العزيمة والإرادة وشرفتي موجودة وفخر لينا كلنا والله يا ميار، بجد يعني حاجة تفرح وتشرف جدا إلى أبعد الحدود. أشكرك أولا.